صراحة أي واحد منا عنده عادات، وأنا من عادتي كان كيعجبني نتفرج في مسلسلات صينية. في مرة صادفت كلمة CTF اللي هي كتعني capture the flag أو امسك العلم باللغة العربية، كلمة اللي تكررت أكثر من مرة. من بعد سمعت مصطلح آخر اللي هو الرياضة الإلكترونية. فريمون قلت شنو هادشي؟ واش بصح كاينه شي حاجه سميتها الرياضه الالكترونيه ولا غير شي نوم مطلعينها علينا؟ بصح مشيت كنقلب لقيت ان هاد الرياضه بصح كاينه ومعترف بها، بحالها بحال الكره بحال الملاكمه، الا انه كاين فرق. شنو هي هاد الرياضه؟ امتى كان اول ظهور ليها؟ وشنو هما المسابقات اللي كتنظمها؟ هادشي كامل غنتعرفوا عليه جميع. اول حاجه غنهضروا عليها في هذا الفيديو اللي هي مصطلح CTF او اختصار لكلمه كابتشر ذا فلاج، اللي هي عبارة عن تحديات كيخوضوها مجموعة من مختبري الاختراق أو الهاكرز من أجل حل مجموعة من الألغاز للوصول لواحد الهدف معين. حاليا في معظم دول العالم بكل بساطة منظمات الحكومات أو الجهات المختصة ولا حتى الشركات ولات مهتمة بهذا النوع من الألعاب، واللي كتقدم جوائز كثيرة للمشتركين. وهذه المسابقات فيها أنواع كثيرة مثل التشفير، اختبار تطبيقات الويب، والهندسة العكسية. أما بالنسبة لتاني مصطلح اللي هو مفهوم الرياضة الإلكترونية، فهي رياضة كتعتمد على الأجهزة الإلكترونية والواقع الافتراضي، ما فيهاش حركة بدنية حقيقية، وكتتعرف على أنها منافسات في ألعاب الفيديو بين مجموعة من اللاعبين أو فرق ضمن بطولات محلية أو عالمية بهدف الفوز طبعا بجوائز. كان أول ظهور سنة 1983 على يد منظمة أمريكية معروفة باسم توين جالاكسي، بحيث قام صاحب المنظمة بعمل إحصائيات في أمريكا، بحيث قام بزيارة أكثر من 100 معرض لألعاب الفيديو. في ذاك الوقت نشأ أول فريق في هذا المجال، وكان الهدف ديالو أنه يقيم الألعاب الفيديو. وطبعا في ذاك الوقت في 1983 من بعد نشوء اول فريق غيبداو المسابقات ولكن غيكونوش بشكل رسمي حتى 1993، من تما غتبدا البطولات. في هذا الاتجاه كانت بطولات مصغره، اي تواجد جوج الفرق فريقين بنفس المكان اما في الصين او في امريكا. واستمر الحال تدريجيا حتى عام 1997. في ديك السنه كانت اول بطوله في امريكا وبالضبط في تكساس. انواع هذه الرياضه، كاين ألعاب طابع استراتيجي يعني من نوع مناورات اللي كتعتمد على التفكير كقيادة جيش أو بناء مدن، ألعاب ذات منظور أو أجواء المغامرة، وألعاب التحاكي الرياضية الحقيقية يعني التروادي. دابا ننتقل للجانب المادي. كانت أكبر جائزة مالية تقدمت في هذه البطولة بقيمة 9 مليون دولار فريق صيني نتكون 5 أفراد في سنة 2016. من بين الدول العربية اللي كتنضم مثل هذه المسابقات عندنا مصر، السعودية، الإمارات، تونس، الجزائر، المغرب والعديد من الدول الأخرى. وفي السنوات الأخيرة ولات عندها هذه الرياضة شعبية كبيرة، وخير مثال بطل العالم في كرة القدم الإلكترونية في العالم الافتراضي سنة 2019 سميته محمد حرقوس، يعني غيكون أصول عربية. صراحة كانوا هادو هما المعلومات اللي قدرت أنني نجمعهم على هاد المصطلحين. نتمنى يكون الموضوع عجبكم، نتمنى تخلوا لي كلمة زوينة.